السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نعم، قمنا بقص البوشوار. البوشوار لديكم الاختيار، نعم، في قص البوشوار كما تريدون، سواء كانت كتابات خطية، نعم، أو نماذج أخرى، نعم، مثل الورود إلى آخر ذلك. هنا قمنا بقص البوشوار، نعم. هنا فقط أقول لكم على طريقة كيفية تحضير الخلفية، نعم، كيفية تحضير الخلفية. عندما نقوم بقص البوشوار، نعم، هذه البقايا أو هذه الكلمات لا نقوم برميها، بل سنقوم بنعمل خلفية تكون جميلة، نعم، بهذه الكتابات التي قمنا بقصها من البوشوار، نعم. نوزع هذه الكلمات، كل واحد يعني يوزع حسب النظرة نتاعو، حسب الفكرة نتاعو. هنا قمت بتقسيم أو بتوزيع هذه الكلمات هنا لكي أعمل الخلفية، والآن ستشاهدون عمل الخلفية بواسطة الدهن الرشاش. بالنسبة لتحضير الخلفية، قلت الكتابة كذا قصيناها، نديروها على اللوحة نتاعنا. أنتم أحرار في اختيار أو في وضع هذه الكلمات، واضح؟ هنا راح نخدموا الخلفية نتاعنا بواسطة دهن الرشاش. هنا راح نحضروا الخلفية، راح نبدأ بوضع نتحصل فقط على خلفية نجيبوا الكتابة تاعنا من البوشة. بوز، شوفوا هنا مليح، والبوشوار تاعنا ديما نمسكو بالطريقة هاذي، نحيد البوشوار تاعنا، في الأخير نتحصلو على هذه اللوحة الفنية بواسطة البوشوار. واش نديرو الآن؟ نحيد
بخير. شوف وصلنا على لوحة فنية بواسطة أو عن طريق كذا عن طريق الرسم. أنتم أحرار في اختيار الألوان في اختيار الخلفية، فقط أنه لا يجب أن يكون العمل متقن. في الأخير نتحصل على لوحة فنية جد رائعة وبوسائل بسيطة. واضح؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.